المراوغة سحرت الملايين وألقت أيضا الحارس الإيطالي في تلك اللحظة. كرة بتعود الآن عرضية وترام، ترام يسجل الآن، والإنتر يعرف كيف يخترق الباص، يعرف كيف يخترق الباص. إذا ما طمحت إلى غاية ركبت المنام ونسيت الحذر تحت أنظار الوالد. يسجل الآن ترام ويذكرنا بما فعل في فترة ماضية الأسطورة رونالدو. كنا نتحدث عن الأسطورة رونالدو، ترام يخترق أخيرا باص روما، يخترق أخيرا باص روما. هكذا يجب التعامل مع الصعوبات، يخترقونها ويسجلون أول الأهداف. الكرة العرضية اللي وصلت إلى دي ماركو نقل لكرة عرضية رائعة، ترام تحت أنظار الوالد يسجل ويتقدم ويحتفل ويهدي الهدف أكيد لجماهير الإنتر ولعشاق النيراتوري والأفاعي بلدغة من البامبا السوداء. البامبا السوداء أخطر الأفاعي في هذه المباراة كان لوتارو، أخطر الأفاعي عفوا كان ترام وليس لوتارو.